تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر معي أنا إبراهيم ضاوي وزميلي المصور على عميس من السوق القديمة في مدينة النبطية وتحديدا من حي السراي، حيث نتابع وصول وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار إلى مدينة النبطية، حيث ينفذ جولة سيعلن في خلالها أن يعني مدينة النبطية ستصبح على الخارطة السياحية، وهذه الجولة ستمتد على طيلة هذا النهار، وفي خلالها طبعا سيكون هناك طبعا عدة محطات، وأيضا سيكون لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار مؤتمر صحفي سيعلن فيه أن النبطية ستصبح على الخارطة السياحية. إذن يدخل في هذه الأثناء وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار إلى داخل حي السرايا في مدينة النبطية، وهذا هو من أقدم الأحياء في المدينة. وبعد المنزل المترامي النبطية، هاي النبطية الأساس، وبعض المنازل المترامية كانت على الأطراف بأحياء حي البياض وحي الميدان. فإذا يتم شرح لوزير السياحة عن هذا، يعني سيدخل الوفد في هذه الأثناء إلى الجامع القديم في حي السراي. وطبعا يشرحون للوزير، إذن يتم الشرح لوزير السياحة. يعطيك العافية عليك، أهلا وسهلا فيك. يتم الشرح طبعا عن هذا المسجد القديم، وهو من أقدم المساجد في مدينة النبطية، وطبعا سنتابع في هذه الجولة وسنكون في لقاء طبعا مفصل معه باتباعا. هذه الجولة مشاهدينا استهلها عند قرابة الساعة 11 صباحا في كنيسة السيدة بألكفور، ومن ثم انتقل الوزير إلى حسينية النبطية حيث تناول في بيت الزمن الجميل الفطور، وتوجه إلى مبنى حسينية النبطية وأيضا إلى مكتبة النادي الحسيني، والتقى بإمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، ومن ثم توجه إلى شوارع النبطية، جولة في شوارع النبطية وتحديدا إلى السوق القديمة وتحديدا إلى حي السراي، وهو في هذه الأثناء في المسجد القديم في حي السراي. سزار يعطيك العافية، يعني اليوم جولة مبينة دي مبسوط فيها الوزير بالنبطية، وأهالي النبطية مبسوطين أنه راح يتم إعلان أنه النبطية ستصبح على هذه الخارطة السياحية. خلينا نحكي شوي عن هذه الجولة. لطالما كانت النبطية على الخارطة السياحية، ولكن ما كان عم يتم إظهار هذا الموضوع للعلن وعلى الإعلام. نحن عم نحاول من خلال زيارة مع الوزير أنه نوضع هذه المنطقة على الخارطة السياحية حقيقة وبالفعل. الموضوع نحن عملنا زيارة على بعض المواقع يلي موجودة بالمنطقة أثرية تاريخية، حنستكملها بقلعة شقيق بالمنتجع، وبعدين حيصير في كمان زيارات متتالية. الفكرة الأولية للوزير رائعة جدا. ست جمانة هي سعادة مدير عام وزارة السياحة، مدير شؤون السياحية. جمانة كمان أهلا وسهلا فيك بالنبطية. كتير مبسوطين بهالجولة الحلوة، وعم نتعرف على معالم جديدة هن موجودين بس نحنا يمكن ما كان مضوى عليهم. هلأ من خلال هالزيارة، من خلال التحضيرات اللي عم بحضروها، صار في وعي أكبر ومعلومات أكثر للترويج لهذه المنطقة السياحية وافتتاح المكتب السياحي. ويعطيهم ألف المكتب قديش رح يوفر فرص أو رح يقدر يظهر النبطية كما يجب أن تظهر به؟
هو المكتب رح يكون يعني جزء من الوزارة، يعني هو السلة اللي من خلالها لحتى الشباب اللي متواجدين. اعتذر سجومانا، رح نحكي مفصلا، بس خلينا نحكي وزير السياحة نشوف كمان ما يقوله. من السياحة الدينية المستدامة بلبنان، وطبعا مثل ما عم بذكر عطول بجولاتنا انه في معايير معينة عم نختارها، وهالشي ما بيعني انه المواقع الدينية اللي عم ندرجها على الخارطة هي بس هيدي اللي تستاهل تكون، لا، في كتير مواقع غيرها. بس طبعا لبنان لانه كتير غني، لبنان بالمنطقة هو من اغنى البلدان بالمواقع الدينية الموجودة فيه، نسبة لأول شيء مساحته، وتاني شيء التعددية الدينية والطائفية الموجودة فيه، وهذا غنى للبنان بدنا نحافظ عليه. مثل ما سبق وأدرجنا هلأ كنيسة النجاة ببلدة الكفور على خارطة السياحة الدينية، كمان هيدا قرار رقم 262 يتعلق بإدراج مسجد حي السراي القديم في مدينة النبطية قضاء النبطية على خارطة السياحة الدينية والترويج له محليا ودوليا. وهيدي الشهادة، شكرا معالي، شكرا جزيلا، هيدي بتسلموا اياها لسماحة الشيخ. فإذا مشاهدينا استمعنا إلى كلمة وزير السياحة وليد نصر. اتفضل. نحن كنا عم نقول انه تم ادراج الجامع القديم على الجوامع، على الجوامع القديمة اللي ضمن الخارطة. نعم نعم، ولحتى يصير في ترويج له محليا وعالميا. إذا سيستكمل جولته بعدة محطات، وطبعا سنكون برسائل لاحقة في جولة وزير السياحة في مدينة النبطية في حكومة تصريف الأعمال وليد نصر. إلى اللقاء.